نحن الشباب من مختلف أنحاء العالم نعلن ما يلي: نؤيد بشكل قاطع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. نندد بالاحتلال غير القانوني من قبل المغرب في الصحراء الغربية والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي يواجهها الصحراويون. نطالب بإنهاء نهب الموارد الطبيعية الصحراوية الذي يساهم في استمرار الاحتلال ويزيد من معاناة الشعب الصحراوي. نعرب عن تضامننا مع الشعب الصحراوي الذي يواجه القمع وغياب الفرص تحت الاحتلال وفي المنفى، مؤكدين التزامنا بنضاله من أجل مستقبل كريم وحر. ندعو المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لضمان حق الاستفتاء العادل وتقرير مصير الصحراء الغربية، ولتتحمل المؤسسات الدولية مسؤوليتها في حل هذا النزاع. نلتزم ببناء وتعزيز الشبكة الدولية الشبابية للتضامن مع الصحراء الغربية كفضاء عالمي للتنسيق والتعبئة والعمل من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي. نطالب بإنهاء الحظر الإعلامي المفروض على نزاع الصحراء الغربية، وسنعمل على تعزيز أصوات الشعب الصحراوي المقموع في وسائل الإعلام الدولية. للشباب دور أساسي في بناء دولة الصحراء الغربية من خلال هذه الشبكة. نوحد نضالنا من أجل تحقيق العدالة وتقرير المصير واسترجاع كرامة الشعب الصحراوي.